عناوين نشرة اليوم: ماذا بعد كشف رئيس الجمهورية عن شح الأموال في الخزينة، وبماذا رد الخبراء؟ اختلف المهربون فتوقف التهريب، ولكن إلى متى؟ أرقام إصابات كورونا بلغت مستويات تدعو إلى القلق، وممنوع الاستهتار. أهلا بكم إلى نشرة صوت بيروت انترناشونال. لم يكن ينقص لبنان سوى أن يصاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجائحة كورونا، فيخضع للعزل 7 أيام تنتهي في 24 من هذا الشهر. زيارته للبنان كانت مقررة يومي 22 و23 منه، يعني في اليومين اللذين يكون فيهما في العزل. هكذا تكون الزيارة قد طارت، وطار معها كل رهان لبناني على أنها كان يمكن أن تحقق شيئاً، على رغم أن الزيارتين السابقتين لم تحقق شيئاً. وهنا الحق لا على الطليين ولا على الفرنسيين، بل على الطبقة السياسية اللبنانية التي تلاعبت بالمصطلح الذي وضعه الرئيس ماكرون، وهو حكومة مهمة، فزادت عليها كلمة لتصبح حكومة مهمة مستحيلة. انتكاسة إلغاء زيارة ماكرون للبنان لم تكن الوحيدة اليوم، بل هناك خبر سيء تمثل في تعليق المحقق العدلي فادي صوان تحقيقاته لعشرة أيام، إلى حين تقديم الجواب عن طلب كف اليد المقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل. هذا يعني أن لا استماع إلى رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب غدا، وهو أصلاً كان رفض استقبال القاضي صوان. تنتهي 10 أيام بعد عيدي الميلاد ورأس السنة، ما يعني أن التحقيقات إذا ما كان الملف سيبقى في يد القاضي صوان سترحل إلى السنة الجديدة، وهذا يعني أن أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين سيطوون هذه السنة على مراوحة التحقيق في مكانه، ولن يعرفوا شيئا قبل حلول العام 2021. واليوم طرأ تطور جديد في ملف المرفأ. حزب الله يدعي على اللواء أشرف ريفي على خلفية اتهامه له بمسؤوليته عن انفجار المرفأ. هذا الادعاء ليس الأول، إذ سبق لحزب الله أن ادعى على رجل الأعمال بهاء الحريري والنائب السابق فارس السعيد والموقع الإخباري للقوات اللبنانية. ادعاء اليوم استدعى رداً عنيفاً من اللواء ريفي، فجر فيه قنبلة بكشفه أن نترات الأمونيوم أرسلت إلى لبنان من قبل الحرس الثوري الإيراني لصالح حزب الله، واستعمل جزء منه من قبل النظام السوري، وجزء آخر أرسله حزب الله إلى مجموعاته الإرهابية في قبرص والكويت وألمانيا وغيرها من الدول العربية والأجنبية. هذه المعطيات من شأنها أن تفتح مسارا جديدا في التحقيق قد يقود على ما هو أبعد من لبنان. في مسار قضائي، ولكن في ملف آخر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامي قدم اليوم إفادته أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون في ملف الهدر الحاصل في استعمال الدولار المدعوم والقروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان. سلامي كان رفض المثول أمام القاضي عون الأسبوع الفائت بعذر أن الموعد جرى تسريبه إلى وسائل الإعلام. تفهمت عون العذر وأرجأت جلسة الاستماع إلى اليوم. البداية من آخر معطيات تحقيقات المرفأ. وفي الدقائق الأخيرة التي سبقت المواجهة المقررة في مكتبه بين اللواء توني صليبا والرائد الموقوف جوزيف النداف اللذين حضرا إلى قصر العدل، علق المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي فادي صوان تحقيقاته بالملف لعشرة أيام، شارحا أنها المهلة القانونية التي على المحقق العدلي أن يقدم خلالها جوابه على طلب كف اليد المقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل. في موازاة ذلك أعلن صوان صرف النظر عن استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي كان مقررا الجمعة وللسبب ذاته، كما أن الوزير السابق يوسف فنيانوس لم يحضر إلى جلسة استجوابه المقررة الخميس لدى القاضي صوان. تعليق التحقيقات مخالف للقوانين تقول المصادر القانونية، ولا سيما للمادة 340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتناول مسألة نقل الدعوى للارتياب المشروع من قاض إلى آخر، وتنص على أن طلب النقل
لا يوقف السير بالدعوى إلا إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك. في نهاية المطاف أوقفت تحقيقات كارثة المرفأ التي أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وجرح نحو 6000، هذا بالإضافة إلى مئات الآلاف من المشردين. أوقفت تحقيقات كارثة المرفأ بعد أكثر من 4 أشهر، وهي التي وعد المسؤولون بجلاء حقيقتها خلال 5 أيام. أوقفت تحقيقات المرفأ في بلد اعتاد فيه اللبنانيون على طمس كل الحقائق، فهل يريد من أوقف التحقيقات قتل الضحايا مرتين؟ مرة في الانفجار ومرة أخرى بعدم محاسبة من أدخل النترات إلى المرفأ ومن أهمل ومن قصر بواجباته؟ على خط موازن، وبعدما تقدم حزب الله بشكوى قضائية ضد الوزير السابق أشرف ريفي على خلفية اتهامه للحزب التسبب في انفجار مرفأ بيروت، رد اللواء ريفي في بيان جاء فيه. وأخيرا اكتشف حزب الله أن في لبنان قضاء متوهما تطويعه واستعماله أداة من أدواته للترهيب والإلغاء، لكن حسنا فعل، فقد سبق أن دعوناه للعودة إلى لبنان وتسليم المحكوم بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاولة اغتيال الوزير بطرس حرب وغيرها من الجرائم، لكنه استكبر. ريفي الذي دعا القاضي فادي صوان إلى نشر إفادته علنا توجه إلى حزب الله بالقول: لا تعتقد أنك استطعت حصر التحقيق ببعض مسؤولين عرفوا بوجود عبوات الأمونيوم وصمتوا، فالتحقيق عاجلا أم آجلا سيكشف من أتى بالنترات ومن خزنه ومن حماه واستعمله، وسيكشف المجرم الذي أرهب المقصرين والساكتين خوفا أو تواطؤا. في غمرة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد جاء كلام رئيس الجمهورية عن شح الأموال في الخزينة، ماذا يعني هذا الأمر على أرض الواقع؟ راح بيخلص المصرية، شو فينا نقول؟ ألا وين رايحين؟ طبعاً على جهنم. بعد 3 أشهر على تلك التصاريح التي أثارت جدلاً كبيراً وردود فعل قلقة عند الشعب اللبناني، الرئيس ميشيل عون لم يفاجئ اللبنانيين الأمس باعتراف آخر في السياق نفسه. المال موجود كتير محدود، واللي صرفوا المال مشان اللي عم يشتغلوا نحن. فماذا تعني هذه العبارات المتكررة على لسان رئيس البلاد؟ فلما بيقول في شح، أكيد في شح وراح يضل في شح وراح يزيد، لأنه ما عمل مشروع أنقاذي إطلاقا. كلام عون الذي جاء خلال استقباله الاتحاد العمالي العام في قصر بعبدة حيث تم عرض الوضع الاقتصادي الراهن ليس بالكلام الجديد، ولربما حافظ اللبنانيون تداعيات الكارثة الاقتصادية الحالية، فمنذ عام والجميع منشغل بالكلام عنها في وقت تتطلب هذه المرحلة الأفعال وليس الأقوال. وعلى هذا الصعيد لا تشهد الساحة سوى تراشق للاتهامات، في حين تستمر الطبقة الحاكمة برمي المسؤوليات على الفريق الآخر. أي فريق آخر؟ ما حدا بيعرف. فماذا يقول الاقتصاد استناداً على الأرقام؟ الدولة زادت عدد الموظفين بالضعف خلال 5 سنوات. ثانياً أكثر وزارة أخذ مصاري للاستعمال فوق اللي مقدر بالميزانية، ودائماً يعملوا لها مخصصات برات الميزانية وهذا غلط، هي وزارة الطاقة. في وزارة الاقتصادات حلفاء الرئيس ما وقفوا البلد سنة 2006 على 24 شهر، راح 192 مركز تجارة بوسط البلد. نحن اللي فلسنا أنه 3 ملايين طن بالسنة بيروحوا لسوريا، نحن بندفع الدعم عليهم وما بيجينا ولا قرش منهم ولا قرش. إذن ما قاله الرئيس ليس جديداً لكنه تأكيد، ومسألة شح الأموال لم تعد وجهة نظر بل أصبحت حقيقة ثابتة. وبعد هذا التشخيص كيف ستكون المعالجة؟ وهل يهتم من يحكم لبنان اليوم لمعالجة الوضع أصلاً؟
خلافات بين المهربين علقت عملية التهريب عند الحدود اللبنانية السورية منذ أيام عدة، فمن هي أطراف الخلاف وما أسبابه؟ التهريب عند نقطة القصر المتداخلة بين الحدود اللبنانية السورية شبه متوقف، والسبب خلافات بين عشائر المنطقة والجانب السوري. نعم، هذا هو المشهد عند المعابر غير الشرعية، فلتان قد يصعب على الأجهزة الأمنية ضبطه في وقت تحدد معالمه عشائر المنطقة. فما هي القصة؟ منذ أسبوع توقف التهريب جزئياً عند معبر القصر بسبب خلافين. الأول كان بين مهربين من آل نصر الدين وعناصر من الجيش السوري على خلفية قيمة الدفع مقابل شحنة التهريب، إشكال تخلله تضارب بين ضابط في الفرقة الرابعة في حرس الحدود السوري ومهرب من آل نصر الدين، انتهى بإطلاق أعير نارية أدت إلى مقتل الضابط وجرح اثنين من الجانب السوري وفرار المهرب، وعليه توقف التهريب لفترة من جهة آل نصر الدين. الخلاف الثاني كان على خلفية مداهمة للجيش السوري لأحد المطلوبين من آل جعفر، المطلوب من أصول أفغانية، أمه من آل جعفر ويحمل تذكرة لبنانية مزورة، وهو قتل في إطلاق نار من قبل الجيش السوري، كما جرح مهرب آخر من آل جعفر. إذن التهريب متوقف حالياً بشكل جزئي عند معبر القصر بسبب التوتر على الحدود وبفضل قرار من العشائر والجانب السوري. التهريب عند نقطة القصر الحدودية لا يقتصر فقط من لبنان إلى سوريا على المواد المدعومة كالمازوت والطحين والبنزين والسكر والزيت، بل على المواشي أيضاً كالبقر المدعوم والماعز والغنم. التهريب يضم أيضاً مواد مهربة من سوريا إلى لبنان كالبطاطا وحليب البقر الذي بات حالياً يهرب إلى لبنان يومياً بالأطنان وبأسعار تنافس السوق اللبناني. وأمام هذا الواقع أسئلة عدة باتت تطرح نفسها، وينية الدولة من هذه المشاهد التي تنتقص في كل مرة من هيبتها؟ أليس عيباً أن يضبط التهريب بفضل قرار من الطرفين المهربين؟ هل سنشهد في لبنان يوماً على رفع الغطاء عن عمليات التهريب فتبدأ عملية مكافحة الفساد عبر بسط الأجهزة الأمنية سلطتها عند الحدود؟ الواقع الصحي في لبنان ليس أفضل من الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية. تفشي فيروس كورونا بلغ مرحلة خطيرة مع ارتفاع قياسي في نسبة الإصابات اليومية. ٢٠٥٦ رقم بلغت معه الإصابات بفيروس كورونا حداً غير مسبوق مع اقتراب موسم الأعياد. فماذا يعني وصول الإصابات إلى هذا المستوى؟ الانخفاض اللي صار الأسبوع الماضي كان نتيجة اللوك داون اللي صار بآخر أسبوعين من شهر نوفمبر. حالياً عم نرجع نشوف زيادة في الحالات، هذا شيء متوقع لأنه اللوك داون بيأجل الحالات ما بيمنعها. عندنا توقعات أنه بالسنة الجاي بعد الأعياد هيكون في ارتفاع على عدد الحالات بسبب الاحتفالات الاجتماعية الخاصة بالأعياد. فهون نحن نتمنى على المواطنين وعلى الناس اتباع سلوك الفرد الوقائي من غسل اليدين، لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي. ما بين 10,000 إلى 12,000 هو عدد الفحوصات اليومية، فحوصات يقول بعض الخبراء أنها غير كافية لتحديد مدى تفشي الفيروس في المجتمع، خصوصاً مع وصول نسبة الإيجابية فيها إلى 13%. نسبة الإيجابية هو كم فحص بوزيتيف طلع من كافة الفحوصات اللي انعملت للفحص PCR، حالياً عم يكون 12-13%. هيدا دليل على تفشي المجتمعي للفيروس الكوفيد. الهدف أنه نحن نوصل لفترة يكون هالنسبة الإيجابية دون 10% ومن ثم دون 5% حتى نطلع من فترة انتشار المجتمع للفيروس الكوفيد. نسبة الإيجابية في الفحوصات لا يجب أن تتخطى 10%. لماذا؟ لأن تخطي هذه النسبة لتصل إلى 13% يعني أن الوضع كارثي. لكن في المقابل أشارت مصادر معنية بالملف إلى أن سبب ارتفاع هذه النسبة هو أننا لا نجري أعداداً كافية من الفحوصات. ولكن في ظل ارتفاع أعداد الإصابات استغرب البعض قرار اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة كورونا بتقصير ساعات منع التجول بشكل أصبح الحظر يبدأ
عند الساعة 3 فجرا بدل الساعة 11:30 ليلا. هذا السؤال حملناه إلى المعنيين بالملف الذين أشاروا إلى أن نسبة الإصابات في المنازل عالميا هي 70%، ما يعني أن التجمعات والاحتفالات التي تحصل في المنازل أكثر خطورة، بما أنه لا يمكن تنظيمها ومراقبة مدى مطابقتها للشروط الوقائية. لذلك انطلاقاً من أن اللبنانيين لن يحجموا عن الاحتفال بالأعياد المقبلة، كان من الأفضل السماح لهم بالاحتفال في الأماكن العامة حيث القدرة على مراقبة مدى التزامها بالوقاية من الفيروس. ويبقى الأهم الوعي الفردي لمواجهة هذا الفيروس الذي يخطف أحباءنا يومياً. أيضاً على خط كورونا، متلازمة غامضة تصيب الأطفال في لبنان بعد تعافيهم من الفيروس. أنا أم، يعني بنصح الأهل إنه ما يستهتروا. يعني أنا كنت عن جد، أنا بعترف إنه أنا كنت أم مفكرة إنه عن جد ما في شيء اسمه كورونا وما في شيء إنه ما بتتأثر بولادنا، طلع لا، ما لازم الإنسان يستهتر فيه. هي نصيحة أم من قلب محروق، لأنه ابن عمر قد يكون أصبح أول حالة متلازمة الالتهابات المتعددة لدى الأطفال بلبنان الناتجة عن فيروس كورونا، بحسب ما رجح الأطباء بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت اللي نشر فيديو عبر مواقعه بيروي فيه حالة عمر. كيف كان وضع عمر الصحي عند وصوله للمستشفى؟ موجوع، ضغطه كان كتير واطي، جسمه منفخ، عينيه حمر، تمه مجفف، لأنه كنا عارفين لقيت كورونا كان شكله كان عنده MISC، هيدا Multi Inflammatory Syndrome in Children، تضعفات منشوفها مع الكورونا ما منشوفها كتير، هي أول مرة أنا شفتها بلبنان. رئيسة قسم العناية الفائقة للأطفال الطبية بالمركز الطبي بالجامعة الأمريكية ببيروت ماريان مجدلاني شرحت عن حالة عمر. عمر من أول حالات MISC منشوفهم بلبنان، بس أول حالة بمستشفى الجامعة الأمريكية. الحالات بلبنان منا كتيرة أبداً، وأغلبية الزمن تنعد على إيد واحدة. عوارض MISC أو متلازمة الالتهاب، الأهل اللي بيوصفوا أنه حرارة عالية لأكثر من 24 ساعة، وجع بطن مع إسهال واستفراغ، طفرة بالجلد، إرهاق، كان عنده ضعف بعضلة القلب. العلاج اللي اعطيناه كان تنقوي عضلة القلب ونحسن كمية البول اللي عم بيعملها. النصيحة اللي عنديها للأهل، إذا لقيتوا أي ولد كان معرض أو تعرفوا أنه كان PCR positive أو تعرض لحدا كان معقول يكون حامل فيروس الكوروننا، ولقيتوا بعد 3-4 أسابيع في حرارة كتير عالية، في إرهاق، في تعب، نبضات القلب سريعة، الولد تعبان أكثر مما بتفسره هالحرارة، بليز اتصلوا بحكيم الأطفال. عمر قدر يتغلب على عوارض المرض وتحسن وضعه، ولكنه بحاجة للمتابعة عن كثب من قبل الأطباء الأطفال المختصين ليتعافى كلياً. حالة عمر قد تتكرر بلبنان بحال الاستهتار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من كورونا، وحالة عمر بدأ نقوس الخطر للأول أن الأطفال هن أيضاً معرضين لمضاعفات قد تكون خطيرة جراء الإصابة بكورونا. الأزمات المتفاقمة في لبنان وبينها التعثر الحكومي كانت في صلب اجتماعات مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي في بيروت، حيث دعا القيادات اللبنانية إلى بذل جهود أكبر لكسب ثقة المجتمعين الدولي والعربي. جرعة دعم عربية تلقاها لبنان خلال جولة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي على المسؤولين اللبنانيين. رئيس الجمهورية أكد بعد استقباله زكي في قصر بعبدة أنه تبلغ استعداد الجامعة العربية لمساعدة لبنان على تجاوز ظروفه القاسية. وعن الملف الحكومي، أشار عون إلى أن اعتماد معايير واحدة يمكن أن يذلل صعوبات التشكيل، لافتا إلى أن الحكومة العتيدة ستعنى بإجراء الإصلاحات الضرورية بالتزامن مع التدقيق المالي الجنائي. أما زكي فتحدث بعد اللقاء عن الضغوط الكثيرة الملقاة على كاهل الشعب اللبناني، داعيا القيادات اللبنانية إلى العمل على إخراج البلاد من أزماته، مما سيفتح الطريق أمام كل من يريد مساعدة لبنان سواء عربيا أو أجنبيا. الوضع يبدو لنا من الخارج أن به تعقيدات، فحبينا نفهم ما الذي يجري في هذا الموضوع، وإذا كان هناك مجال لكي تساعد الجامعة العربية في أي شيء، فعرضنا مساعينا الحميدة في هذا الإطار. نأمل أنه طبعاً
الحكومة ترى النور في أقرب فرصة. لقاءات مساعد أمين عام الجامعة العربية شملت أيضا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، آملا للبنان أن يتخطى هذه المرحلة الصعبة وأن يتفق السياسيون على المخرج المناسب. وكان زكي التقى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، حيث كان عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة على الساحتين اللبنانية والعربية. عشان انتهت موعدنا، يتجدد غدا في الوقت نفسه.